أحوال المحاربين للإمام المهدي عليه السلام. إن المتتبع للأحداث في السنوات العشر الأخيرة يرى بروزاً سلبياً لطائفة تدعي انتماءها للإسلام، ولكن كل أفعالها تشير إلى أنها خارجة عن الدين القويم. وهذه الطائفة نشرت ثقافة العنف والقتل وتفجير دور العبادة ونشر الإرهاب الفكري في كل مكان تتواجد فيه. ومن الغريب أن هذه الطائفة وأتباعها يحاربون فكرة الظهور المبارك لمهدي آخر الزمان، ويزرعون الشك في نفوس المؤمنين فيه بكل الوسائل، ويساعدهم في ذلك امتلاكهم للأموال الطائلة التي يمدهم بها المعادون للإمام المهدي عليه السلام. وقد وصل بهم الأمر في السنوات الأخيرة إلى توحيد صفوفهم مع أعداء الإمام المنقذ حتى من غير الطوائف الإسلامية، وقاموا بإنشاء المؤسسات الفكرية للتخطيط ووضع السبل الكفيلة بالحرب ضد الإمام المهدي عليه السلام وثورته القادمة لنشر العدل على الأرض. ولكن كلما ازداد الظالمون والمضللون ظلماً وفتكاً بالمؤمنين بالقضية المهدوية، زاد هؤلاء إيماناً واعتقاداً بقرب الظهور المبارك واستعدوا له.